أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها قناة الموريتانية مواكبة واحتفاء بشهر نوفمبر، شهر الاستقلال. أيها السادة، الليلة سيكون حديثنا عن مواضيع تتعلق بالمقاومة وبالاستقلال وبالوطني بشكل عام. حديثنا سيكون حديثا أدبيا مع مجموعة من أدباء الشباب، أرحب بهم في هذا اللقاء. معنا الأديب والإعلامي محمد فالي سيدنا، وكذا البدع محفوظ العبو، مرحبا. معنا كذلك شاعر المليون شاعر وأمين أدب الشباب في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين زكريا وللعالم. معنا أيضا مجموعة من الشباب المبدعين الذين سيساهمون معنا في إثراء هذا النقاش، نقدمهم إن شاء الله عند كل مداخلة. أهلا بكم إذن ضيوفنا الكرام ومشاهدينا الأعزاء في هذا اللقاء من قناة الموريتانية. بداية محمد فال، أهلا وسهلا. محمد فال، ماذا عن المقاومة في الأدب الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. بداية أرحب بكم أنتم، وأرحب أيضا بالأدباء الشباب الذين معنا الليلة، وأريد أن أشكر الموريتانية على مساهمتها في الإعلام والإعلاني عن الكوكبة أو النخبة الشبابية في البلد، وإشراكها في يعني ضيوف برامجها. وهذا كما يقول الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يذهب العرف بين الله والناس. هذا يذكر فيشكر للتلفزة الموريتانية. بالنسبة لسؤالكم عن المقاومة في الأدب الشعبي كما ذكرت أنت، أو الأدب الحساني أو الغنى الحساني، في الحقيقة أولا لا بد من القول أن المقاومة، مصطلح المقاومة، لم يكن موجودا أصلا في تلك الفترة، على الأقل في موريتانيا، بل كنا نسميه مثلا الجهاد عند المشايخ وكذلك عند المجاهدين المقاومين. فيما بعد كان يسمى جهادا، وكانوا يعتبرونه جهادا، وكان بالنسبة لهم جهادا في سبيل الله ودفاعا عن أوطانهم التي هي بالنسبة لهم مناطق، لأن موريتانيا لم تكن حينها موجودة بحدودها الجغرافية الموجودة الآن. أيضا لا بد أيضا من الحديث أو من القول إن الشعر الوطني بين قوسين في تلك الفترة لم يكن موجودا بتصنيفه الموجود الآن، لم يكن موجودا الشعر بشكل عام، حتى الشعر الفصيح لم يكن موجودا. فمثلا رصد الباحث هنا في الأدب الموريتاني مثلا في الشعر الفصيح أن أول قصيدة يمكن أن نعتبرها تتحدث عن مقاومة ذكية واضحة مثلا هي قصيدة محمد الشخصية سيدنا، التي يقول فيها: رويدك إنني شبهت دارا على أمثالها تقف المهارة. يقول فيها: حماة الدين إن الدين صار أسيرا للصوص وللنصارى، فإن بادرتم تداركوه وإلا يسبق السيف البتارة. فصنفوا هذا النص باعتباره أول نص تجسد فيه خطاب المقاومة في الشعر الموريتاني، خطاب استنهاضي. نعم، خطاب استنهاضي، وأيضا يدعو إلى مقاومة توغل النصارى الذين بالنسبة لهم هم المستعمر بالذات، وإن كان هذا قبل مجيء المستعمر الفرنسي الذي استعمر رسميا موريتانيا، والذي نالت موريتانيا استقلالها تخلصا منه. هناك بعد ذلك نصوص شعرية أخرى صنفت أيضا وأدرجت في إطار النصوص الشعرية التي احتفت بالمقاومة وبالمقاومين. ونزولا إلى الموضوع اللي هو الشعر الحساني، مقاومة الشعر الحساني، يمكن، والموضوع ليس موضوع يعني الوقت، ليس لدي الوقت للبسط والعرض في هذا الموضوع، ربما سنعود لبسطه بداية، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث، لا أستطيع أن أبسط وأعرض في هذا الموضوع. بالتالي سأنزل مباشرة إلى الموضوع وأقول إن مثلا نص رصد طلعت ربان
ولا أعمار المحن اللي يقول فيها راسي اللي حامل منعود عالم بعد الحي المعبود عنه ثقيل وصعب وكوت حمل بيه وقاسي وغريش اني ما نقدر كنت نعود سابق ذا في دعود حشيش غير ثقل من ذا كامل عود الصيف عقب وظلام نيش وخضار القراير فنبود وزاحت فرقاني ذا وعيش وقلت هذا رجل حد يعود كان يجي بأخبار بعيش. يمكنه أن ندرج هذا النص في نصوص المقاومة لأن الرجل كان مقاوما وهذا النص قالوا زمنه كان مسجون عند الحامية العسكرية اللي كانت ساجنته وكان يشتاق إلى موطنه وإلى محبوبته بين قوسين وقال هذا النص. يعني هذا بالنسبة لي شخصيا ودريجه في أدب المقاومة. أيضا نصوص أخرى ربما إن شاء الله سأعرضها لاحقا إن شاء الله بعد أن شكرا جزيلا لدينا تحول شو البداع الأديب محفوظ العبو. مرحبا محفوظ. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. المقاومة في الشعر الحساني. أولا شكرا على استضافتكم في هذا الموضوع الوطني المهم. استضافتكم لي مع هاي الكوكب من زملائي اشتقت لها كثيرا. و أولا مهنا الشعب الموريتاني ككل بمناسبة عيد استقلالنا الوطني المجيد اللي هو العيد الأمر الوحيد اللي إحساسنا واحد تجاهه كامل وكلمتنا فيه واحدة كاملين الحمد لله. يعني المقاومة في الشعر الحساني وحتى الشعر الفصيح تجلف ياسر من النصوص ياسر منه محصور وياسر منه ما فات عاد في متناول يدينا به اللي ما فات انقبض من مصادر اللي عندها الناس اللي حافظته. الناس ما كانت ذيك الساعة حامل الشيء للنصارى اختصار ما كانت حامل الشيء للمستعمر. كان منين تلي رقاج يقول لك يسمع خبر ما هو زين عنده يقول باس في النصارى. كان لين تقول له عنك حاسب شي يقول لك ذاك اللي قدك من النصارى. معناها عن الناس ما كانت هذا الجسم الغريب ما كانت قابلة تتأقلم معه ولا كانت تبقيه. متفقد طلعة تربان اللي يقول فيها مجيه من اندر يقول فيها العقل الجبات ذكومة والتبات ذكومة ودويرات الصنقة ذكومة دويرات الصنقة حد قراها ويعرف عن ربان كان في ذيك الفترة كان مسجون وكان مضايق من طرف النصارى وكان يقد يقول ديارات بلي ربان ديب يغير دويرات الصنقة ذكومة كذاش عاقب شوفت صالات والسندومة لومة شفتي ملكي العين شو تعودي محرومة أغلى زاد اللي بين اليدين اللهم. هذا يدل على شيء إن ما يدل على أن النصارى ما والله باطل مستعمر بصورة عامة ما يبقيه حد ما يبقيه رقاج. سابق يمشي عن الميكروفون نختار نحسس الشباب نحن الحمد لله الأبطال قاوموا واستقلينا وعدنا الحمد لله دولة وصلنا إلى ما وصلنا إليه حالا لكن ما زلنا حالا بحاجة المقاومين يقاوموا العادات الدخيلة يقاوموا الثقافات الدخيلة ما هي متماشية مع ديننا الحنيف. أهلا بك من جديد زكريا. زكريا حضور المقاومة كغرض في الشعر الحساني مقارنة بغيرها من الأغراض شو هو مستوى حضورها كغرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاكر التلفزيون الموريتانية على استضافة هاي الوجوه الشبابية النيرة ومبارك للشعب الموريتاني 56 عام من استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وطبعا عندنا الحق كامل أن نحتفل بهاي المناسبة اللي مناسبة فريدة مناسبة تجبر بين الناس كامل ذواتها وتجبر بين انتماءاتها كاملها وتستحق حقيقة أنها تذم. فيما يخص حضور المقاومة في الشعر الحساني فيه المقاومة خلقت فيه مقاومة ولا وحده مقاومة ثقافية خلقت فيه على مستويين
خرجت مقاومة عن طريق شعراء الفصحى، وخرجت مقاومة عن طريق شعراء الحسانية، وخرجت مولي مقاومة دينية لعبت دور هام في البلد. كيف ما قال الأستاذ محفوظ، المستعمر من يوم اللي دخل موريتان وضاح عنه قريب على ذا الجسم اللي داخل، اللي هو هذه الصحراء هذه وهي السكان المحلية اللي كانت ساكنتها. الشعر يقد يعود كان أنضج منه المقاومة الحسانية، بلي المقاومة الحسانية نتاج اللهجة الحسانية اللي تتكلم الساكنة المحلية في البلد، وبالتالي كانت مقاومة الحسانية موجودة حتى في النثر، حتى كما قال لك في الأمثال، حتى في المعادات، في كل شيء، حتى المدارس كانوا ينقال لهم لكورات داعية، حد الناس تكذب أولادها ولا تخليهم يدخلوا المدارس، ينقال لك في ذاك يقرأ الكور معناها عنه ما هو معوذ منه خليك لي. وكان مولي التكباط، كان في منه فورم مولي من العادات الغربية، حد كامل يتكباط معناها عنه ما هو طبيعي. وكان حد حتى حد كانت زقبة راسه مجلس اللي عاد ترك عادية وعاد شكر وسكي قاع بيها، كان حد زقبة راسه مجلس يوصلنا في ذاك تصنيف ذاك، وبالتالي حاربوها أنواع المحاربة. ذم نص للأمير سيد أحمد أحمد العيدة، سيد أحمد طبعا من أبطال المقاومة اللي واجهوا المستعمر، يقول فيه يجمل بركتولي معلومة من جمالك الدهر اليوم، قد تركبت عليه المهدوم ومريت عليه مقابي تل، وشركت عليه ولامت فهم كنت عليه نستقبل، ترى نستقبل ذيك ندروا لها بيدي. سيد أحمد ما كان يصور أنه قد يمشي لها، كنت عليه أني نستقبل ورجع بي يبرك ويقوم من له لحق ويا الدهر يمل، جملك ذاك الديدي بركت دهر عليها لا نعمل، وفتر بي الدهر وعد فاصل من رأي الدهر جميع. وفهم قافل ومولي يقول فيه يقول مارت عندي عني مقبوضا وكل واحد كيف مقروء، هذا نوع من القربة ونوع من الإحساس ب عدم وجود ذات طبيعية. سيد أحمد كان أمير وكان شكبير في موريتان ونصارى معامل ذيك المعامل ذيكي، وبالتالي في حنين وفي تمرد وفيهم اللي دعوة للمقاومة. جيد، شكرا جزيلا، لأن نسمع تعقيبات من بقية الضيوف. معنا الأستاذ ميدن، تفضل عندك تعقيب ولا نص يتعلق بالمقاومه. اولا شاكر التلفزيون الموريتانية، ومبارك للشعب الموريتاني استقلال، وما ذكرت نص قبال فيه قاف يقول كبولان يا غيلانه ما عرف عنه ما هو واعي، داير مني راعي وانا ماني قاعد راس راعي. و شكرا. لين تحول من عندكم الشور في الجانب الاخر، الشور بلاه المقية. البدايه راني شاكركم التلفزيون الوطنيه، شاكر التلفزيون الموريتاني على الاستضافه، ومهن الشعب الموريتاني كافه على عيد الاستقلال الوطني المجيد به اللي الحقيقه شيء قاعد يفخر ومحتزين حتى به. احنا قاعد ما نقدر نعود تحت السيف، هذا العيد يمثلنا شيء كبير بالحقيقه. بما يخص ادب المقاومه، ادب المقاومه كان حاضر خالق ياسم من مثيلة، كيما قال الاخ زكريا، احمد سيد احمد احمد عيده كان احد رجال المقاومه، وكان امير، وكان شخص عنده وزن كبير، وقط كرد المستعمر مرة وقط نحبس، ويقول مارت عندي عني مقبوض وكل واحد كيف مقروض. وفهم بان الاستقلال خليك فهم استفتاء ويونو ذيك الساعة كان المستعمر يبقى والله كان يمشي. حاج اللي قاف يقول أحمد سان والبوط على قضيته، يقول الأخ ويونون لا خيارات، والمخير ما هو مقبول، ويم حالية في الحسنات والوضع معلومون.
على انه رجاش يخترب بين وبين كان يبقى المستعمر ما يبقى وتو كان في مقدر من ادب المقاومه. شكرا جيد شكرا جزيلا. هون شوي نختار نسمع تعقيب منكم استاذ محمد فؤاد من خلال النماذج اللي اعطاه الجماعه وندرهون نشوفوا كان ادب المقاومه هي كان وكان لا ادب وصفي شيء مثلا خلق معين معركه مغني يمدح امير والله مجاهد معين على معركه كان وكان لا وصفي والله كان فيه نوع من استنهاض الهمم والتحريض على جيد للمستعمر جيد. لا بد من البسط في مساله معينه وهي ان موريتانيا ليست كالاقطار العربيه والافريقيه وحتى اقطار العالم التي كانت مستعمره التي استعمرها المستعمر الحديث الاستعمار الحديث والتي نشات فيها حركات تحرريه تقاوم وتدافع عن وطن كان موجودا اصلا. موريتانيا كانت ربما جنوب المغرب شمال السنغال غرب الجزائر فهمت. اذا موريتانيا لم تكن موطنا اصلا له حدود وله مسمى قبل مجيء المستعمر وهذا ما جعل غياب اسم الدولة الموريتانية وحتى غياب أي مسمى آخر في الشعر وفي المقاومة الثقافية بشكل عام له مبرر. كانت هناك أراضي يسكنها بعض السكان أساسا النظم كانت موجودة الحاكمة هي نظم إماراتية معناها كانت موجودة إمارات وهذه الإمارات تصدت للمستعمر ودافعت عنه دافعت عنه في أراضيها حينما وصل إلى أراضيها ودافعت عنه أيضا حين دخل إلى موريتانيا مثلا إمارة البراكنة مثلا كانت المعركة الأولى بعد 1902 مثلا كانت موجودة في ما يسمى الآن بتشري تغرقار وبالمناسبة هذه المعركة مغفول عنها لا بد أن يسأل عنها الباحثون وأيضا أن يسأل عن مكانها الموجود الآن الذي فيه قبور بعض الشهداء. إذن تصدوا هؤلاء تصدوا للمستعمر بعد أن دخل طبعا بغض النظر عن المقاومة الأخرى التي كانت موجودة جنوب النهر قبل دخول المستعمر إلى هنا. إذن هنا نلاحظ أن موريتانيا لم تكن موجودة أصلا بالمسمى وأن لم تكن موجودة دولة قائمة لها حدود ولها مسمى ولها أرض معروفة بالتالي يستطيع الشاعر أن يعبر عن رفضه للمستعمر حين زار هذه أو حين سطع على هذه البلاد. غياب هذه التسمية وغياب هذه الحدود جعل الإحساس بالوطنية ربما ليس موجودا كالإحساس بها بعد الاستقلال وبعد أن أصبحت هناك حدود وهناك مسمى. إذن المقاوم كان يقاوم في العادات كان يقاوم في الثقافة الشعبية كان يقاوم دفاعا عن أرضه عن أرض مجتمعه مثلا وربما رصد جمال الحسن رحمة الله عليه في بحوثه رصد بعض المقاومة الشعرية الفصيحة ولسنا هنا بصدد عرض النماذج الشعرية الفصيحة عنده ولا أحمد دام مثلا خصنا شيء نعطي من هنا نماذج. على كل حال كما تحدث الإخوة مثلا حين نريد أن نجد أو نبحث عن نص شعري حساني مقاوم علينا أن نتوجه إلى الأوساط الاجتماعية التي كان موجودا بها المستعمر مثل التي احتك بها المستعمر احتك بها يعني من ناحية المعركة وما إلى ذلك وأيضا احتك بها دخل إلى أراضيها مثلا النصوص التي عرض الشباب منها نصوص كيف قالوا لك السيد أحمد عيد نص اللي قافوا اللي إمارة عندي عني مقبو لو كل واحد كيف مقروض وأيضا منين طرسوهم اللي قاف اللي قال حمد لله اللي بعاد ندر وزين ديار وفرق المحار وعاد زادي ورا من بحجار وأيضا بعد ذلك بعد وهذا أيضا داخل في إطار المقاومة إن كانت المقاومة يقول المؤرخون إن المقاومة المسلحة في موريتانيا انتهت مع وفاة سيد أحمد الأحمد العيد 1934 لما أعتقد يعني في الثلاثينات في بداية الثلاثينات وأن مقاومة ثقافية بدأت وسياسية بدأت بعد ذلك مثلا أي هذه المقاومة مثلا الأدب الشعبي اللي انحرصوا له من درك كانوا مواكب للمقاومة العسكرية والله بدأ في مرحلة ما نسميه المقاومة الثقافية بعد ذلك هو الأدب الشعبي حين تبحث عن مقاومة فيه اللي هو الشعر الحساني لا بد كما قلت لك أن ترصد أن تكون تترصد نصوص تتحدث عن مقاومة النصارى
ياك تجبر المقاومة مثلا ما يالتك تعود تلوذ نصوص تحمل اسم موريتانيا ونصوص تحمل دفاع عن أرض مثلا لها حدود ولها مسمى وإلى ذلك. مثلا النص اللي قال لك وينون لا خيارات والمخير ما هو مغبون ويم حالية في الحسنات وحالية في الفضنون، هذا من المقاومة الثقافية، وهذا قاف لأحد الشعراء ذكر أنه لأحمد سالم والبوبوط ردا على الخطوة التي قامت بها فرنسا إزاء مستعمراتها بعد أن نوت أن تعطيهم الاستقلال 1958 واستفتاء نعم للمجموعة الفرنسية أو لا، والتي طبعا صوتت في موريتانيا رغم ذلك رغم المقاومة رغم هذا القاف المقاومة رغم أيضا غيره من النصوص المقاومة ورغم أيضا النشاط السياسي المعارض أنذاك للوجود الفرنسي صوتت موريتانيا بنعم للمجموعة الفرنسية ثم خرجت منها بعد ذلك بعد طبعا الاستقلال. إذن النصوص سنجد أنها قليلة جدا في الشعر وفي لغة الحساني، وهذا لهم مبرره، ولكن قليلة ولا جبرت كاملة كما قال لك أستاذ محمود، ولكن هي لا بد أن تكون قليلة. ثم إن هناك مسألة مهمة جدا وهي أننا حين نصل إلى مرحلة الاستقلال مثلا قبل الاستقلال، وهذه ملاحظة لي شخصيا وربما انطلقت منها معتمدا على معلومات تاريخية حول جيل شعري. مثلا أنا أرى أن 1960 مثلا هي استقلال موريتانيا هي فترة بين جيلين، بين جيل محمد لبنو وراوي بالمناسبة محمد لبنو والحميدان مقاوم وسجن عند المستعمر، ولكنه طبعا كانت مقاومته في الشعر الفصيح بالنسبة لشعره. إذن الفترة 1960 بالنسبة لي كانت فترة بين جيلين، كانت فترة بين 1960 نعم جيدك مرحلة الاستقلال ما زلنا لا نشوفها. وقبل ذلك النصوص قليلة جدا، هي نزر قليل من النصوص موجودة أساسا عند الأشخاص كمثلا أحمد الديد مثلا عدتوا تحكوا من هالشيء حكيت لك طاقة ياشي منها حاجة عند سيد أحمد العيدة مثلا وعند ربان والأعمار والمحن في مثلا نص لدعنو البكار. على العموم هذه النصوص قليلة جدا، وبالتالي التركيز هنا يكون على النصوص الموجود بها التي لها صلة بالمقاومين أساسا. جيد. أين اسمع محفوظ أيضا ترى كان نقول عن مثلا في فترة من مراحل المقاومة ولا مراحل الاستعمار كان فيها الانتاج الأدبي من الغنى اللي متعلق بالمقاومة أكثر من فترة أخرى؟ والله ما قد جابك بدقة حتى باللي هذه يحتاج رغم هذا كانك تحكي والله قد تطلعت على نصوص فترة معينة، نصوص مثلا مرتبطين فترة معينة من فترات المقاومة. شفت هي المقاومة المقاومين ما كانوا متحدين في طار عنهم دولة مثلا. أيوة صحيح فهمت. كانوا يقاوموا إمارات أمراء كانوا يقاوموا والشهداء تعرف عنهم أكثر 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 من نص ولا قاع حكما الأمراء كاملين استشهدوا بعض سواد الأعظم منهم استشهد في المقاومة راه استشهد ياسر ثاني من الناس يا غير ما هو أمراء بالتالي ما خلدوا اسمه وما وصلوا له نتيجة. والله ربما يعود الباحثين في المجال طلعوا عليهم عنده لهم به دي الحكايات الشعبية حالا ما زالت حافظة ذاك، وحتى تيدينيت اهل التيدينيت اللي تاقنينها ما زالوا عندهم شواهد على ياس على ذيك الحقبة بعض اللي دركوا فهمت المقاومة الثقافية منين إلين توقفت المقاومة المسلحة. عندي طلعت تفضل معكم لا يتوخروا كيف صاحبته تفضل مرة أنا مخري اللي جنصها وما زال بجنصها. هذه طلعة ما هي ياسر حتى غير لا تعودوا كل تي في الوقت منها متوالين حقبة جيد لا حكيها وتوكيها ذيك الساعة ما زال الحال ماذا نبتوا صاع ما زال ذيك الساعة ما زال الحال ماذا نبتوا صاع ما زال رقت من ذاك الاحتلال من جهة الشعب الضربة
يعني صاد وطمع في ذيك الساعة مازال الحال ما هذا نبت وصاع مازال رقت من ذاك الاحتلال من جهة الشعب الضرب وتمونك الأقوال والأفعال عسر فينه وعرب طاربت ولا طمع ولا مال غير نقد في ذيك الضرب كلحوا فيها بطال النضال بالكلمة والحرب وربش زدر النضال إلين ذبال الاحتلال وعلق شرب من حر عطبك فاه خلال من حر عطبك فاه خلال من حر الكلمة والحرب مات طايب وعيش قبال فينا وخلاق ومن ضرب خلاه ولا ضو ظلمة ما قسموا له ذيك الضربة تحية لأبطال الكلمة وتحية لأبطال الحرب. أرجع الجماعة وحنا ذمين عندكم مداخلة في الموضوع. أولا نختارون دخول في الموضوع نعطوا لمحة شوي تاريخية عن علاقة الأدب بالإمارات الموريتانية والله بالأمراء الموريتانيين باللي موريتان ذيك الحدود الجغرافية الموريتانية حالا كانت آنذاك تضم إمارات عريقة وضاربة ملي في القدم وعرفت ملي كيان تنظيم شابه نظام إمارة معتبرة عندها أمير وعندها سلسلة متوارثة وعندها معالمها كاملة معالم الدولة كاملة فيها وكانت فهم آنذاك ثورة في اللي قالوا في الأدب موريتانيا ما عرفت أصور الظلام وأصور هذا موريتانيا ما عرفته الوقت اللي فيه كانت الدول الأخرى في عصور انحطاط الأدب كانت موريتانيا نهضة متواصلة من الأدب ولا شك أن الأدب في ذيك المرحلة مرحلة ما قبل الاستقلال كان يشهد قمة الأدب في ذيك المنطقة وهو النقطة ينبغي الإشارة لها عن موريتانيا كانت تعرف الأمير الشاعر كان أمراء الموريتانيين ما فيهم أمير ما هو من راسه شاعر ويستفزوا الشعر يستفزوا يستنهض هم الأمير من راسه بهاللي ما فيه أمير تقريبا ما كان أمير شاعر يقول الشعر وعنده ملي بطانة شاعرة تخلد مآثر يوميا بهاللي كل نهار فيه مجلس شنقال من الشعر وش خلق من الشعر ولا يخطو الأمير خطوة ما ودولت في الشعر عن ذاك لكن اللي تشكو من موريتان هي مسألة التدوين موريتان ما عرفت ذاكرة التاريخية ذاكرة الأدبية الموريتانية التدوين فيها كان منعدم كان لاحظه من شخص لشخص وكل مرحلة يندثر ذاك مقاومة فماتية غير المقاومة كانت في شخصية الأمير يجيني عبد الأمير بمعركة لا يمتدح الأمير ما كانت هم ارتباط بثقافة كانت البطولات كانوا بطولات شخصية للأمراء ما فيها أمير ما معاها أبطال هم اللي قادوا معاها معاركه وهم اللي انتصر باسمهم غير كانت الشخصية تنحصر في شخص واحد وشخص الأمير طاهر والأحمد محمد أولا أشكر التلفزيون الموريتاني على إتاحة هذه الفرصة لأدباء الشباب أولا المقاومة لغة هي الممانعة وعدم الرضوخ لقوى تغييرات لتغييرات قوى مفروضة من الخارج وكل حد كانت عنده مقاومته الخاصة به من ناحية المدفع والسيف كانوا عندها أهلها الخاصين بها من ناحية القلم اللي كانوا عندها أهلها الخاصين بها والعبشر الحساني دور بارز في المقاومة واستنهاض همم الأمراء والمقاتلين والله المقاومين صح التعبير والشعر ما أكثر في هذا الغرض بالذات لأنه غرض ما مالوا لي أثنان الشعراء حتى غير بعد أنا قط قلت في طلعة استعمار من جانا قومنا ولا لها أنا بسلاح وما سعانا رانا متحدين عندنا سد ولا أدانا بينا عند مين ردينا من قانا بيدي الثنتين أفكار وقير رانا عند حمار العين الضاحدة كيف يعرف مش تبكي لدين ما تبال ولا تحرف قوتها في الدين الله يبارك فيك نسوكم عشان تكون يا بنودر الحسن والجمال سأل الحسن والجمال تفضل بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله
في البداية شاكركم لإضافة تحت فرصة شرفني مودي استضافة بحضور أي النجوم الشبابية اللي حقيقة تمثل الأدب الموريتاني والساحة اليوم تجيب الإعلام محمد فارس سيدنا والشاعر من الشاعر زكريا العالم بداع محفوظ العبو سميد تجيب المقيم ويدن الشيخ محمد اختار منظمك حد بعد كنت غير بعد انت مدعي عشان اللي هنا تدخل في الموضوع والله اللي عن منظمك حد ان شاء الله تفضل عن موضوع ما خلاه فيه القومش اضافه ذكيه اللي انا المقاومه قد جعود الفتره اللي سولت عنها ادبه قد جعود ضاع والله ما فات جبر حد وظن غبار قبال غير بعد في نقل المعارك اللي وصلت اللي عنود بها الشباب اليوم اللي عدروا فيها ذاك لي الله في فيه مستحضر نص لبعض عنود بها الشباب محمد الحاوي العبدون يقول جانا الاحتلال وجينا فوق الظن وبالمعلومة جانا غير تحميناه بالمدافع وبالقلوم من يوم طلع ما قط طلع من ما طلع ما رأى فيه سبع آلاف مدفع ما قط دفع عن العدو عينه مشروع مشور الشهادة من قاع زعامة قلبه تيدوم والله عالم من يوم اسمع بطلعوا قلبه دامه ومعامي في خبره ما يقطع بدفار بحالة محتومة وجانا الاحتلال وجينا فوق الظن وبالمعلومة مجان غير تحميناه بالمدافع بالقلومة وفي ما استقلوه نذكر نص جعلني قط احتمالي نقول زدانا هو نوع من الأغراض ما هم اللي يجيك صبابة ما هو كيف الأغراض الأخرى اللي عنده مصدر الهام ذو قوة نقول الاستعمار منين جان الداخل رانا ما معانا لتش الساع ولا أحلانا مبرك فيه روح والله يصبح مادانا تخمامه في الروح معاياك اللي يلقانا في الروح بلوضوح نتخمو مقطصنا عنه فارس خيل منا يوم الحرب يرن رن يكسر كان يلوح العين بالقدام بن العدو قبل يفوح الشارع بالتعمار طن لو ما خل روح وهزمناه وخال يدفع بالمدفع مصوح باللوح رفدنا المدفع اللي هو واللوح ولا هنا اختم بطلع لجيب زهير والهدار اللي افتغني بمجاد الوطن يقول فيهم احنا في المجد كنا مجاهد معدين للمجد منارة مجدنا كل حد عليه الشاهد وكل حد قاع عليه الاحبار معرفه بكره ظلم والجور بالحياه معرفه والبرور ومعرفه بالعفاف والذكور والناس معرفه بالطهاره ومعرفه بالعلم اللا بحور ومعرفه بزين الفهم وشطاره واذا ما فيه الكذب ولا الزور كنا مرقه العياره سابق السفارات والقصور معدين بالعلم السفاره لولا بثنا العلم في الجور يا اخلا وقاع خليط خيباره واحنا قاع عراق متنوعين غير متكافلين تكافل متشين متوحدين متماجين اللي يجين الدبرو لحد بلاد بارا وكاملين على مجدنا عاسين متعطشين للمجد المارا وعن خطارنا ما نعازين اللي في ليدو سوتي شطارا ما نليان والغير قاسين وكنا عايد الخوف فرارة جارة المجد فيها واحدين لواحدين فيها اللي جارة صنجيد ندرس ما هو جديد ما نسمعوه العمر ولا الزيد ولادنا الاحرار الصناجيد على حوس التراب الصحارة حامين القريب حامين البعيد عاسين لا تطرف حواره ولقطة رواغته الجبيد ما ردوه في الصمارة والامور ما نجوها بالتباريد وذيك مارتها ديك بالمارة العرب ما نداخلين ليدو لأنا داخلين ليدو النصارى السلام عليكم ورحمة الله زكريا فم سابق أنه تخطى مرحلة المقاومة فم زاد نوع كان قد نصنفوه في الأدب المقاومة اللي هو تخليد اسماء المجاهدين في الأدب رذائهم مثلا رذاء الأمراء هذا ظاهر لي أنه حق في رقابنا احنا هذو يسالوا فينا هؤلاء الابطال اللي هما اللي سابق نخلقوا ويقد قاعد يعودوا اللي سابق يخلقوا اباتنا اللي رفضوا المشعل اللي هو واللي دافعوا عن ذا الوطن اللي هو بكل جداره واستحقاق وبكل شجاعه هم ما تراوا يمثلوا اشخاص مثلا طبيعيين هم عاد رموز يرمزوا للبلد ويرمزوا لوحدته ويرمزوا لسيادته ويرمزوا لتاريخه وبالتالي رذائهم والله ذكرهم في الشعر والله في الكتابة والله في أي شيء سوى وشن هو أنا ظهر لي عنه حق يسألوه
سالوا فينا. ليس ببعيد عن المقاومة في الفترة ما قبل الاستقلال. اضطروا نماذج من ذاك نماذج من تخليد. لا هي نتطرق شوي لأن ما بعد الاستقلال عن كانت فهم نصوص كيف هذه النص الرائع اللي حكى لك الأخ زهير الهدار نص محفوظ قبيل نصوص الكرم محمد بار الشباب كاملهم نصوص يقولوهم شباب اليوم غير يعودوا عبارة عن تخليد وعبارة عن تدوين. ذيك الفترة ذيك يدي ما كانت قايب فيها التدوين غياب التدوين كان ذيك الفترة ذيك يوجب عين احنا ذي الفترة اللي هي ان ندونوا ذيك 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 المعارك وذيك اللحظات التاريخية اللي مهمة بالنسبة للبلد وبالنسبة لوحد بطاقة تعريف كبطاقة تعريف البلد عن احنا عدنا ندونوها نحن نجبره من هالشيء قد عد ما هو ناضج عن طريق الاستقصاء مثلا ما فهم شيء مدون موجود كتاب مثلا حول أدب المقاومة بشعر الحسين تقدر تمشي تطلع عليه تقبل مثلا اسمه والله عنوانه ولا تبحث في الانترنت تجبره يغير فهم اشخاص عايشوا اشخاص في ذيك الفترة الليكية وبالتالي ما زالوا عندهم شيء من ذاك الأدب لنقال في ذيك الفترة الليكية غير لا عن طريق الاستقصاء معناك لابد من تقسك شخص وذاك شخص لابد من تحدثه وذاك يحدثك عن واحد واخر وذاك يحدثك عن واحد واخر جبره لين نحكي لك نص قد قرته في المجال ده الاستعمار احنا قاومناه بالدين وبالثقة في الله الاستعمار احنا قاومناه بالدين وبالثقة في الله وبالقلم والسيف كسرناه ولمدفعنا احنا الاستعمار صعناه ولا قد قبلناه يتمونك فينا قاع نهار ولا يزاد انتم ولا يزال حد علينا يعمل الأعمار القدام اللي مدى كلمتها واحدة وتموت أحرار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبي الكريم. أنا في البداية أحييكم وأشكركم على هذه الاستضافة أشكر قناة الموريتانية على هذه الاستضافة الكريمة. في الحقيقة كنت نختارت من الصنت بيلي ثم قدر من النجوم الحمد لله وعلى رأسهم البداع محفوظ العبو كذلك الأستاذ حمد فهد في قدر غير اللي نقول لك شوي على أن الاستعمار مقارعته كانت تجلد الشعب الموريتاني كافة أطياف وحتى ما هو في البعد الأدبي قاع واحد حتى في الكلام العادي فيه نبذ ثقافة المستعمر عند المجتمع الموريتاني ككل أعتقد في الحقبة الاستعمارية كان فيه زي أحد رموز هذا البلد كان يحكي القصة على أن فيه زي دائما يلبس الشيء من يوزع على الناس الشيء من تركيا يلبسوا هذا الشيء عندي عنه اللي فيه رمز يوحي تقديس ذاك المستعمر حتى وفي أحد الدباء لما تعرف الدباء ما مالك مالك تشوفه تعليهم يقول ما هو فالي نخنس عن شيء يجلبس سعري ولا هو فالي نلبس دائرة الكفري فلا ينتحول شو المحور أخر أدب الاستقلال ما عندي إضافة كبيرة يعني كي قلت لك عن كره سارة الجدر في هذا المجتمع اللي قال له البيضان في كلمة مشهورة عن الأمير الدان رحمه الله تعالى الأمير الدان رغم عنه سارة تعارف معاهم صدع عليهم وقال لهم عنه كرههم وارثه ما يقدر يبقيهم يتعاملوا معاهم قالوا ما أنا كره والده بكار هو والده بكار والد بكار هذا ربما يعود فم قدر من كره النصارى عليه زعامة عبد الرحمن وصلابته خلال الله نجو لمرحلة الاستقلال أدب الاستقلال شنو كانت حضور الأدب في الاستقلال سواء تعلق الأمر بالإشادة بالحدث ومواكبة الأدب الاستقلال بشكل عام الأدب الحسين شوف كيف افتنقلنا هذا الموضوع بالنسبة للباحثين المتبحرين والدارسين
راصدين أيضا لنصوص الشعرية، ما شهر ياسر من النصوص الشعرية المتعلقة بالمقاومة الثقافية أو المقاومة الشعرية في موريتانيا، سوسة كان الإغنوس والشعر، وهذا لعدة أسباب، ليس من تراجع الشعر عن المقاومة أبدا، الشعراء في موريتانيا لم يتراجعوا أبدا عن الدفاع عن وطنهم حين أحسوا طبعا بالوطنية، وليس من عدم وطنية، وليس من عدم أيضا تناول الشأن العام بالنسبة للشعراء أبدا، بل في زوايا أخرى تشهد على أنهم تناولوا الشأن العام في شعرهم قبل الاستقلال. ولكن قلت لك ربما لوجود أيضا حيز جغرافي يمكن أن تدافع عنه، وأيضا لوجود حيز أو لوجود مسمى إلى آخر ذلك. وطبعا واضح أن الموريتانيين اللي موجود بعد النصوص ما تناولوا فيها المستعمر، كمثلا المستعمر الفرنسي تناولوا فيها اللي عنهم انتصارا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل، وهذه جملة يعني افتتاحية دائما يفتتح بها الخطباء وكلامهم ملوكة يعني لاكتها زين قولها على كل حال نمطية لا طحت فيها ما أبغى. هذا يدل على أن الموريتانيين صنفوا الاستعمار المستعمر الجديد أو المستخري، لأننا يعني حتى نحن في هذه الكلمة نقول المستعمر، والمستعمر أصلا من الإعمار ومستخرب أصلا، وخاصة في موريتانيا على الأقل الدول الأخرى شهدت طفرة معمارية وبنيت فيها مؤسسات، نحن موريتانيا ما نبنى فينا مع عباس قال عنه ما 500 متر من قدره يعني موجودة وكانت غروصه قريب من الباقي إلى آخره. المهم عنه والله سكة الحديدية سكار الحديدية ما أعرف كان ابتلات في زمن المستعمل أبدا ما ابتلات في زمن المستعمل الله أعلم. المهم عن 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 كانوا يتعاملوا مع هذا المستعمر على حساب عنه كفار عنهم مسلمين، أنا بدأ كفار هم مسلمين، ولذلك يقولهم نصارى، يدعوهم باش يدعوهم بديانتهم، وحتى ورثنا عن هذا العهد تسمية أي أجنبي آخر غربي نقوله نصراني. هي أصلا المجتمع ما كان جاهل عن مثلا عن هذا الفرنسيين مثلا والله عنهم من دولة فلانية فيها النصارى وفيها اليهود وفيها كذا وفيها كذا، غير نتيجة لأن المستعمر أنذاك كان أيضا فيه مبشرون تحولت المسألة إلى أنصار المجتمع يدعو كل فرنسي نصراني وكل غربي قاع نصراني بشكل عام، وهذا من دافع ديني بحت. بالنسبة للاستقلال حينما نأتي لحدث الاستقلال لا بد أن نذكر أن حدث الاستقلال سنة 1960 كانت بالنسبة لي، وهذا تصنيف شخصي حتى لا يعني أضيفه لغيري وبالتالي قد يكون في خطأ ليصححه بعض الباحثين إن استطاع، في 1960 كانت فترة بين جيلين، كانت فترة بين الجيل الذي من الشعراء مثلا محمد بن ولد حميدن وغيره من الشعراء ذاك الجيل ذاك هو، وبينه وبين جيل آخر عقب الاستقلال الذي كان منه مثلا أحمد ولا عبد القادر وابن شدو وغيرهم من الشعراء، منهم مثلا فاضل أمين وغيرهم من الشعراء يتناولوا الاستقلال في شعرهم وتناولوا قضية المستعمر أيضا في شعرهم. حدث الاستقلال وفي المرحلة كان في حضور المغنين والله طبعا هذا جايو. حدث الاستقلال نفسه كان يروج له بالشعر الحساني، وصلنا عن طريق الحاضر الذين عايشوا فترة الاستقلال قالوا عن كانوا فيه مغنين ينجاهم تجيهم الدولة ذيك الساعة اللي مجسدهاش في الحكومة المحلية كانت موجودة إقليمية المحلية كانت موجودة هذه الحكومة، وكانت تروج عن طريق وسائطها العديدة كانت تروج للاستقلال، ياك بعد قاع الناس بعد قاع تحضر الاستقلال، وتحس أيضا أن بعد أن كانت هناك أراضي مترامية لا حدود لها ولا تسمية لها أصبحت هناك دولة تسمى موريتانيا لها حدود معروفة ولها أيضا رئيس وإلى آخر ذلك. عملت هذه الحكومة وكل دعاة الاستقلال من داخل موريتانيا إلى ترويج الحدث عن طريق الشعر، عن طريق الشعر الفصيح وعن طريق أيضا الشعر الحساني، واستنهضت همم الشعراء في ذلك. وطبعا لم تحفظ لنا ذاكرة أو لم يحفظ لنا هؤلاء الذين أوصلوا لنا هذا النبأ، لم يحفظ لنا نصوصا واضحة أو يعني ماثلة أمامنا تكون شاهدا على ذلك، ولكن ذكروا أنه كانت هناك مشاعرات في المسألة. أيضا
دخلت وهذا لابد من ذكره دخلت على الخط الإذاعة الموريتانية وكانت أيضا تروج للاستقلال واستضافت بعض الشعراء لذلك واستضافت بعض الفنانين والفنانين والفنانين من 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 جنس الشعراء فنهم كفنهم وهذا معروف ما قاعد نقارن الشعراء مصريين غير الشعراء يعني تداخلوا تخصصاتهم واستضافوا مثلا السداتي واللاب وصدح بالاستقلال وصدح بنبذ المستعمر وايضا جاءت بعد ذلك يعني الاغاني الاخرى التي سنتحدث عنها في مرحله ما بعد الاستقلال. طبعا يصنف والشدو في بعض ابحاثه ان فرحه العيد قضت ذكرياتي من الصميم وحركت خطراتي لاحمد قصه الشعب نعم انها تدون او تجسد مرحله بعد الاستقلال خاضها الشعراء ومعهم طبقه كانت سياسيه يعني كانت ترفع السياسه شعارا لها اولا قبل الشعر وقبل الثقافه هم الكادحين وغيرهم من معارضي نظام مختار ولدده وكانوا يعارضونه اصلا لبعض بقايا الاستعمار خاصه الاستعمار الثقافي. اين اعتبر الشدو ان هذه القصيده انها تجسد مرحله شعريه كان فيها الشاعر الموريتاني يحس أن الاستقلال لم يتم بعد، أن الاستقلال الحقيقي هو التخلص من أدران المستعمر، وفي ذلك يقول يذكر في ذلك بعض الشواهد من القصيدة ومن غيرها من القصائد. محفوظ، شنو هو مستوى حضور الاستقلال في الغنى الحسان؟ طيب، شفت الغنى الوطني العادي قد يسمى كان خالق من بداية موريتانيا نشأ كان خالق تغنات الناس موريتانيا مرحلة الاستقلال تقصد ولا مرحلة ما بعد الاستقلال إلين عادت موريتانيا إلين عادت دولة وعادت موريتانيا تغنات الناس يكسعب مجاهد الوطني إلى ضرك ضرك عادت الناس تتغنى بمجاهد الوطن عن طريق طلع مثلا والله كرز والله تهيدين على الوطن وعن طريق نشيد وطني وفهم حضور كبير لعيد الاستقلال في هذه عيد الاستقلال كحدث خلق لي أول مرة وكمولي حدث يتكرر كل عام كل عيد استقلال تجبر فيها نشيد جداد تعود الكلمة الشاعر أديب مغني باطل عفوا ملحنها فنان وغنيها فنان ومسجل تسجيل حديث وتنبث على واحدة من القنوات في حالتها مصورة وفي حالتها لا مسجلة أوديو وتنبث على الإذاعات يعني على أنه حضوره حضور كبير ومتميز حتى في حضور الغنى في هذا الحدث الهام هي باطنة قرض لك في راسي يعني عندي أرك نشيد والله اثنين نشيد والله اثنين لما أنا عن شيء يعني باطن نشيد والله اثنين متعلقين بالاستقلال متعلقين بالاستقلال لا هنا سمعوهم لا هنا أحكي لك لازمة واحد منهم ولو أخر ماني تقول الثامن والعشرين من نوفمبر رينا الموريتانيين بعد نهار معنا هذا 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 يدل على أن ولا فهم مطلع قلتهم سابق إذا والله عندي غير للأسف أنا ما حضرت ما كتشاك عن البرنامج اللي يعود شاك عنها قدم حضرت مشاركة واحدة هي اللي حافظ وشاك عنها لا مداخلات شاك عن البرنامج طبيعة البرنامج عنه ولا هو طبيعته لا مداخلات منبر واحد وعنه ولا شاك عنه لا يدخل مرة واحدة لا مرة واحدة ونمشي معه واخويا رحم عليك بعد تحيه كبيره للمقاومين به اللي احنا لا شادين اخبارهم ما تينا متحملين البرد ليش شد اخبارهم هم بعض وهم في مساله حياه وموت صبروا ندرك ان ذكر المقاومه مازال الاستقلال كحدث كانوا طغى على ذكر المقاومه والله مازال والله ما زال مربوط في الأدب مربوط الاستقلال بالمقاومة اللي سبقته اللي هي طيب سؤالك واضح لي الاستقلال حالة الناس تعيشه كعيد أيوة وما دم تعيش عيد وفرحة عيد تنسى المقاومة وتنسى كذا تنسى فهمت دائما
دائما تنسى السبب ذا مهم عنا الحمد لله استقلنا فهمت تنسى تعيش وعيد تعيش وعيد وطني والناس واحد فيه كاملة وموريتاني جاد علينا الحمد لله فهمت وحاضر بعد فيه لقنا دائما حاضر فيه لقنا عن طريق الأناشيد عن طريق الأناشيد ما نعرف اللهم العاد والعاد تعرف للأسف ياسر من لقنا يكتب لها المناسبة معينة ما فيه رقاج لا يقعد مع راسه ويكتب فهمت غير اللي نعود عنده مناسبة معينة يكتب لها غير بعد حاضر لقنا الحساني في التخليد بطولات المقاومة والاحتفال فيه احتفالي أكثر ما هو يخوض فعدلنا وعدلنا وعدلنا والماضي فهمت نختار شوي نعتذر عن احنا هذا وعن المغنيين كاملين نعتذر عنه معتذر ولا عن نفسي عن بالنسبه لنا الموضوع اللي هو كنا محضرين فيه كاملين كنا محضرين فيه لان نصوص فهمت واذا نتيجه لاش نتيجه اولا عن موضوع حتى الباحثين المختصين في هذا المجال اللي هو ما اعطاه ياسر من من, من وقتهم ياك موجود عندنا احنا احنا حاضرين فهمت وبالتالي إذا ركزنا وعدنا نساق وكاملين شور النصوص اللي نختاروا ننقذوا بها روسنا إياك مثلا نشبروا حيز نشغلوا به الفراغ اللي موجود جيد شكرا جزيلا إذن دعنا نسمع من زكريا لكن نتكلموا عن الاستقلال لا بد أن من نأخذ شوي والله نعلقوا المرحلة اللي سابقة المرحلة اللي سابقة الاستقلال مفهوم موريتانيا كدولة عندها جغرافيا محددة حدود مرسومة محددة وعندها سلطة سياسية واحدة من الموريتانيين هذه كانت سابقة فترة فيها تشكيل اجتماعية مختلفة تماما كانت فم إمارات وكانت هذه الإمارات هذه عندها أشخاص هم هم اللي مثلا هم هم نقول رؤساها والله قادتها يتكلموا باسمها وكانت القبيلة مفهومها قوي جدا وكانت لكل مجموعة وطن بيلي والوطن شنو والوطن ذاك اللي خلق فيه رقاش وذاك اللي تربى فيه وذاك اللي فاق عليه وذاك اللي عنده ولاء خاص سنت الجيل اللي استقلت عليه موريتان هو الرئيس للجمهورية السامية الموريتانية المختار الداده هو المجموعة اللي معاه يكرسوا فذهان الشعب عن عاد خارج دولة جديدة ينقالها موريتانيا وعن هاي الدولة دي عنها عندها حدود مرسومة محددة جغرافيا وعنها عندها علم هو النجمة والهلال وذا الجهد ذا التكريس من درا كان في ساهموا فيه الأدباء طبعا هذا هذا توصيل هذا الخطاب طبعا غير قلت لك عن كانفم كانفم قلت وجود نصوص تتكلم عن موريتانيا كدولة موحدة تحت شعار واحد كانت فهم نصوص تتحدث عن الإمارات تتحدث هذا قديما أنا حلما وحتى نص 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 النشيد الوطني ما هم يقول فترة الاستقلال بلي كان فقر للنصوص اللي ما يقوله تتحدث عن موريتانيا كوطن زين أنا لكن اختير تعطوني نماذج من الغنى اللي مرحلة ما بعد الاستقلال إنتاجكم أنتم والله مش يتروه ما فهم نصوص هيكية محددة عندي خارج قاف بعد عيت نسمعه يقدر عاد يتحدث عن رواية بذات يرقضين نتحدثنا عنها قايل ورقاش يبدو أنه حاسب الغربة يقول نتمنى موتة الشهر نخلص من قيسة وطاني ونشوف النجم والشهر علامة موريتانيا ميدا رأني اخترت عن مداخلات لا على شكل النصوص والله وانا طلع على الزميل أحمد واليوسف يقول يا الدهر إلهم مكليقين غب وانفاسك وادفع للهم لين 28 من نوفمبر وتنفس في اسم الاستقلال تشوف النجمة والهلال فهم وصانعون الأبطال فهم والعدمات الشم لها ريحة فهم ومازال عيد مولي ودوري تمي الشعب لا همك ديقين غب انفاسك وادفع للهم لين 28 من نوفمبر وتنفس فهم وشكرا ما عندوش في ذا المجال تفضلوا عندكم نص تعلق بالاستقلال تفضلوا
بذلنا في التحرير انفاس القليان وجدنا بانفاسنا وصبرنا تنكيل احباس المستعمر خضنا بمقام المدافع ورجوع الاحباس ما نجانا ذاك التنجام تمينا في ترافيد الهم لين حكمنا بالفش الجام بالكد وبالجد وبالدم مقبلنا الاستقلال التام. تفضل محمد امين لعبت عندك نص يتعلق بالاستقلال. الحقيقة ما كنا قام حاضرين قبال الموضوع ولا أحضر عندكم شعاب منكم جيتوا هون قط أنا قط شاركت في واحد من المهرجانات غنين قام إن شاء الله شاركت واحد من المهرجانات الاتحاد والدبابة في أخبار الاستقلال تبع السابق إن نقول عن مكانة موريتانيا كاملة رأتها في العالم لا عن طريق الشعر والغناء بالتالي خذاك زاهي مفتخرين قبال في الشنقيط وبه له يفتخروا الأجيال كل فريق الله عارف ما يخلي من الشيخ كارف ركبه كل فريق الله عارف ما يخلي من الشيخ كارف ركبه للتعليم صارف وقت بذيك الحال كل فريق الله عارف ما يخلي من الشيخ كارف كارف ركبه للتعليم صارف وقت بذيك الحال بعد تلاميذ عيال من غريب وطن سارف قلمه ما انقال عن شمال العلم طارف له في الدنيا بال في التاريخ وذاك زاهي من محيطه لين نهره للبير اللي حيال دهره ما قطع عدو في القهره في الدنيا محال الاستعمار مجيه بهره من عزم ابطال ظهره باللي بيه ظهره من عزم ونضال في التاريخ وذاك ما قدر محضرين قبال الشيء في ذا الموضوع تفضل بالله. نقول على ان الشعب الموريتاني الحقيقه قاوم الاستعمار كامل وخلد ذيك المقاومه وخلد الافراح بعيد الاستقلال في الاستقلال ما نحن قلنا له لا ظهرنا له على خالق الله مقاومته ما خالق شيء دونه وخالقنا الصون قد قلته في هذه عيد الاستقلال يقول الاستعمار احنا يوم بان قاومناه بكماننا والثامن والعشرين كان هو عيد استقلالنا وقاومنا الاستعمار عين الدقة في عين قبال لين عرف عنا متواترين في ذاك وهو حان وسلمتنا كاملين بنسانا ورجالنا وخلصنا منه كل دين سابق يلحق تجانا وتحررنا والحق زين بإرادتنا وبطاننا الاستعمار احنا يوم بان قاومنا وبكماننا والثامن والعشرين كان هو عيد استقلالنا وبنينا حق بلان زاع دولة مسلمة ذاك شاع زين قنية شوف قاع ما خالق حد يسالنا مثل قرشي والصيت ذا بكلمتنا وفعالنا وبعزمنا ما قط ضاع وبعزمنا ما قط ضاع وبنينا دول وبنينا حق بلان زاع دول مسلمة ذاك شاع زين قنية وبنينا حق بلان زاع لا بنينا حق بلان زاع دينا مسلمة أنا مشكلتي دق دق راس وبنينا حق بلان زاع دولة مسلمة ذاك شاع زين قانية شوف قاع ما خالق حد يسالنا مثل قرش وصيت ذاع بكلمتنا وفعالنا وبعزمنا ما قط ضاع وبعزمنا والكل طاعنا وحذر قتالنا وبعلمنا ما قط ضاع وبنجمتنا وهيلانا والاستعمار حنا يوم بان قاومناه وبكماننا وبنينا قوة جيشنا ما تيوح هذا فيشنا وبذاك حذر من طيشنا العدو ريحنا باننا وتنعوش حتى عيشنا وزيانة حق أحواننا وبتل قبال حشيشنا وخضارة حق جباننا واللي دارت خنشيشنا كرامتنا تباننا الاستعمار احنا يوم بان قاومنا وبكماننا والثامن والعشرين كان هو عيد استقلالنا. شكرا. عندكم نص؟ طيب يبان لا لا بدال من هيلهم لا لا بدال من برا نمشي يخو عليهم يبارك وتو. 50 سنة من الاستقلال عاقب ذيك الفتنة فتنة فرد قوتنا وبشلال الدم رفعنا رايتنا ورفعنا رايتنا بخبيط المدافع والرجل ومريض الكلاب اللي شرعت في القيط ثروتنا ما فتنا متنا ونعتنا بالكج ولفريط العدونا قيمة وحدتنا وصل بشباقي فيه الكيط كارف الفتنة دولتنا 50 سنة من الاستقلال. محفوظ هنا لا نحكي طلع ما هي طويلة حتى نسوه بدو تعود بدو تعود في شوي من شوي من نصائح ولا توجيه خاصة شو تعرف خاصة شو احنا حالا نختاره في الأخير نتكلم عن الغناء الوطني بشكل عام
شوي من التوجيه يصلح لليوم. ايوه موريتاني قل لي حسك تمي قل لي في المشاكل خلي شي ما هم الداسر حد خير يولي عن ششور وداسر ما ينفع ويدلي ليه دخير بياسر منه شاف مولي الأمور تعاسر عادة الخلق اللي يشري عاد الخاسر دم اللي شلي والدنيا تتكاسر الرقاب والإهانة والعالم متواسر يعرف عم ولا أنا حاكم عنا ياسر يعني نزل الله هاي لا عد لها العدة تطلع قبيل علها موري تاني رأي ذيك طلع قبيل عالها بي راويها ب وش من البيضان يقول له بو وش يقول له بي اخترتنا حتى هاي عندها خالك شو من الناس يحفظون حكاية واحدة شو من الناس يحفظون حكايتين إياك إياك يحفظها لما لا تحفظها موري تاني قال لي هي ما يطوي لو لا تخسر قاع الشيء لا قاع ما يخسر موري تاني قال لي حسك تمي قل لي في المشاكل خلي شي ما هم الداسر حد خير يولي عن ششور وداسر ما ينفع ويدلي ليه دخير بياسر منه شاف مولي ومرت وعاسر عادت والخلق اللي شي عاد الخاسر دم اللي شلي والدنيا تتكاسر الرقاب والإهانة والعالم متواسر يعرف عمو لانا حاكم عنا ياسر هذا بعض مفهوم قاع ولا تيرات متحساني وتيت ناقص ما يحتاج يعاقب عليه الا ان لا هي نرجع للحديث اللي سحبته قبيل من الميكروفون ما فت برد فيه الاخلاق وهو ان من واجبنا كاملين نشيروا عن ديننا الحنيف ونشيروا عن ثقافتنا الحسانية والله ثقافتنا البولارية والله الصنوكية والله الولفية ثقافتنا المحلية بشكل عام به اللي قادة تتافق هي ودين الإسلام قادة تتافق هي والدين هذه الشوائب الأخرى ما نقل اللي عشاك وعشاك دح إلا تلي كب ولا تخليه محمد فال من درا كان الغنى الوطني اليوم احنا قديما كان عندنا البكاء على الاطلال وكان كان فهم تعلق بالوطن وين اختلف مفهوم الوطن عن مفهوم قديم ندر كان نفس الغنى الوطني ولا زاد مكانه الوطن القديمه كانت قريه كان اليوم موجوده جسده مازالت في الغنى الحسن لكن الارتباط اللي كان خالق الناس بيك لوكار وليك الديار اللي ما يذابت كان اليوم خالق لكن الارتباط كانوا خالق في الشعر الحسن بسرعه بسرعة بعد فهم نماذج نماذج أدبية نعم بسرعة سأقول أن الالتزام في الشعر وبالتالي الالتزام في الشعر الحساني أيضا الشعر العربي الفصيح بين الالتزام في الأدب بشكل عام والالتزام في الثقافة بشكل عام هو مفهوم طبعا شديد كان موجودا أصلا ولكن الأدباء وأصحاب الاختصاص صنفوا تصنيفات جديدة وأعطوه مفهوما جديدا بل مفاهيم جديدة مثل المفاهيم التي أعطاه إياها جان بول سارتر وغيره من الأدباء أو المهتمون بالأدب هذا الالتزام حينما ننزله أو نعرضه أو نعرض عليه الشعر الموريتاني قبل الاستقلال وبعد الاستقلال نجد أنه بتلك المفاهيم نستطيع أن نخرج الكثير من النصوص التي يمكن أن تكتب تحت هذا العنوان بالنسبة للبكاء على الإطلال هل هو أصلا هل هو شعر وطني نعم هو شعر وطني لأن الشاعر كان يتغنى بأوطان أو مرابع كان قد زارها ونزل بها في أيام مضى وعلى ارتباط بالموطن والموطن هو الوطن وبالتالي هذا طبعا يمكن أن يصنف من الشعر الوطني ولكننا لم نتحدث عنه الآن لأننا كنا نتحدث عن الشعر المقاوم وهناك فرق بين الشعر الوطني والشعر المقاوم صحيح. الشعر الوطني هو الذي نستعرضه نحن الآن في نصوص ربما كتبناها نحن الآن أما الشعر المقاوم فهو الشعر الآخر وبالتالي ستتحول عباس وطن إلى رصيل بين يدي الوقت ما تلي سامح حتى بياسر من العرض وهذا النص طبعا جاك نديروا في موضوعه هو نص اصلا مكتوب بالمناسبه كانت فيه جمعيه المسرحيين الموريتانيين وكان عندهم عرض في الشارقه وعرض مسرحي وطلبوا نص يعود في تهيدين على موريتانيا اللي كان لا يعود ثمة اياها من الشخوص الموجوده في المسرحيه كان فما لا يتعود مراه لا يتعود تمثل موريتان ولا يجي رجاج اخرى يخطب ودها ويقول عليه يهيدن عليها تهيدين ذيك المرأة هي موريتان على كل حال هذا من شرح ما يخصرش يا باش تمنات الأخيار الكبار
يا عز موجود في تراب وانصر، يا كبيرة الشان يا قليلة العار، يا عز في قطشة فلاه البصر. من يوم منشاك مديول في يديك، مشيك ومجيك متلاحق عليك، لقفالة الطايحة تصال في يديك تتناشد عليك وتظل تشعر وظل قباح قدام عينيك، وتاي والجماير والجر والجمر والطبول تتهادر عليك تلهيك في الحر والهول مقبول منكر، دارس عليك في منين يسميك موجود الابطال وعدوك تنكسر، ومزربة بيك في يديك تحميك في رسام بيضان فتيان وكور، وتظل علاب متبسمة بيك ويبات يشوف عليك البحر. داخل النص نص طويل جدا. زكريا اخيرا رايي في الشعر الوطني انه حضور القضايا الوطنية في الغناء الحساني، حضور القضايا الوطنية في الغناء الحساني عدت للزمن ده هو الحمد لله ياسر في الشعر، الشعراء الحسانيين اللي يقولوا الشعر الحساني والشعراء اللي يقولوا الشعر بالفصحى، ولكن لا إنما يدل على درجة الوعي وعلى 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 إدراكهم بقيمة الوطن ده هو. والوقت طبعا عاد ما تمنى ياسر لين نحكي لكم نص قصير بالوحدة الوطنية. فوقات النعموش شدة تم وعود ومدة واحد ما تجاحد، زين في مدة عادت واحد ما تجاحد. فوقات النعموش شدة تم وعود ومدة واحد ما تجاحد، زين في مدة عادت واحد ما تجاحد. موريتاني الشعب وتمام خوت ولا تدخل عظام بين خوت، ودين الإسلام ما فينا قص ولا لاحد، وباش الشيات اللي قدام العود ومدة تتواحد في الخير وفي الشر، إذا قام الدين ومولانا واحد. فوقات النعموش شدة تم وعود ومدة واحد ما تجاحد، زين في مدة عادت واحد ما تجاحد. للأسف تركنا الوقت لين نختم معك محفوظ، بعد تفقدت اللي كنت تخمم فيه. استحضرت قاف المرحوم أحمد بابا مسكة، بابا ولا أحمد مسكة رحمة الله علينا وعليه، رانا مرحمين عليه كاملين الله يرحمه. نشهد بعدانا خاصة عن موريتان عن بيضاني بيضاني حياته ديما ناقصة يكون في موريتاني الله يرحمه الله يرحمه. طلع باطل تقول حامد مولانا قولتي، فيها شوي من الفخر اللي ما يخسرش شكل باسقة. حامد مولانا قولتي صدق ومفلوشة صولتي، حامد مولانا قولتي صدق ومفلوشة صولتي، وعلى الله داير عولتي حسناتي ماني ساخي بيهم وكبير مولتي في الله شناني راخي، وبمعاري فيو بدولتي وتلاميذي والشيخ. شكرا. شكرا شكرا زي أحمد فارس من كلمة العبد أبو الله شوي عنده نص لهنا قبل عنده نقول نختم معك أحمد فارس. والله عندي نص يتعلق بتغني بمجاد الوطن يقول موريتاني ما قطعت ما نبقيه ولا قطفت ما هو فيه ولا قط قتل اللي خاطيه غناية، معناها عن موريتاني ما قطعت ما نبقيه ولا قط فت ما هو فيه ولا قط قتل اللي خاطيه غناية، معناها عني ما ودهت في اللي خاطيه وقاية عندي كان وما زال منت عندي قاية ورواية، بلد كبري والحق زين وقلاية ومسعاي ودوري تم في كل حين بلد كبري وقلاية. وفهم نص آخر يقول الاتحاد يقوي البلاد ما خالق شي دون الوحدة، وشبه مدى متحدة زاد من واحدة ما هي متحدة. موريتاني مولانا فات وسانا واحد في الصيفات في الفات، ولا زين التلفات شر اللي فات قاعد ما هو زين، خلوا الشي فات يفوت وذي ما هي ردوا الاتحاد قوي لبلاد ولا صالح شي دون الوحدة، وشبه مدى متحدة زاد من واحدة ما هي متحدة. أحمد لمين لعات عندك نص ما طويل؟ عندي نص ما طويل لا من أدب التوجيه اللي عاد ذلك غرض من أغراض الشعر الحث على العلم اللي راجين إن شاء الله عنه ينهض بينا شور مصاف اللي نبغو، والقراية هي حجتي الإنقاس أقبلها لا تحل عقدة وعليها زاد اللي موقف غاية ورواية حقهم لا ينقبل بيها، وهل الدراية عرفوا عنها مفتاح كل باب ودرجة وسعاية، ما خلاه لي لا شكل حكم ولعبة العماية من دونهم لا يفصل لك الوقت في القراية، والجهل علم ولا ذل وعار وحسرة وإذا يبلغ فيه اللي قالوا الحنبل عنه خشباية، أو حلف العلم وعطيه جل وقتك وعطيه عناية، عود على مراجل لا تكل عنه واصبر وتحايا كان احتاج لطول رجل وتمعليم الصدراية، أو حلف العلم وعطيه جل وقتك وعطيه عناية، عود على مراجل لا تكل عنه واصبر وتحايا كان احتاج لطول رجل وتمعليم الصدراية، ذاك الكتاب اللي ينزل بين ونعت لطاية تم مقومها لا تزل عنها واسمع الوصايا، وعود مع غيرك من سبل وبلد تعدال الغاية للناس
وقوموا باش بالعين فرض الكفاية. فقط أريد في الختام أن أشكر التلفزة على هذه الاستضافة، وأيضا أعتذر عن نفسي وأن أعتذر عن الشباب لعدم الخوض والبسط والعرض في هذا الموضوع، لأن الموضوع أصلا فقير من ناحية المادة، مادة يعني فقيرة بين قوسين، وإن كان التغني بأمجاد الوطن وبالوطني وبالوطنية و يعني نبذ المستعمر وشتمه وهجوه حتى موجود في الشعر الموريتاني. شكرا جزيلا للأديب محمد فال سيدنا، وكذلك الأديب محفوظ العبو، والأديب زكريا والعالم، والأدباء بلاه المقية الحسن والجمال ميدان، والشيخ محمد دو، والطاهر والمحمد محمود، و عبد الجليل والعبد الرحمن. وشكرا كذلك الأديب محمد أمين يابا. أقول لكم أعزائي المشاهدين تحيات مخرج هذه الحلقة بابو الميني، وتحيات الفريق المشرف على التصوير وعلى الصوت، وإلى يتجدد لقاؤنا هذه تحياتنا، السلام عليكم.